إياك أن تتصور أن هناك حب يدوم ويستمر دون تنازلات، دون أن تكسر من نفسك أحياناً لشريكك، للطرف الآخر، للجزء الآخر منك. الحب الذي يكون على رأي واحد لا يتغير، حب سيموت في بدايته. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لنا أن نداري زوجتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الزوجة: دارها، تعش بها، ليس هذا خوفا منها، ولكن خوف على سعادتها من أن تنكسر، وخوف على قلبها. عيوني وباسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسير.